اليوم بدنا نحكي عن حلول للتحديات اللي عم بيواجهوها المستثمرين بالعملات الرقمية. هلأ عم نشوف مشاريع جديدة عم تطلع بتحاول تحل هاي المشاكل عن طريق بناء منظومة متكاملة مبنية على تكنولوجيا البلوكتشين أكيد، واللي رح تسمح للمستثمرين إنهم يستخدموا عملاتهم الرقمية بمعاملاتهم اليومية. يعني إنك بتقدر تشتري أي إشي بدك إياه باستخدام عملتك الرقمية. هاي المشاريع عم بتمكنك من استخدام خدماتها عن طريق فتح حساب بنكي مربوط بمحفظة رقمية خاصة فيك، بتعطيك بطاقة زي بطاقة الفيزا عشان تقدر تشتري وتبيع، تشتري أسهم أو أي ورقة مالية باستخدام عملتك الرقمية. هاي المشاريع زي مشروع إنجوت كوين بيخليك تقدر تربط بين العالم المالي القديم وعالم العملات الرقمية الجديد.